السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، وحياكم الله في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رياضة. اليوم راح نتكلم عن مباريات كاس سيدي سمو أمير البلاد المفدى دور الثمانية اللي انتهت الأربع مباريات، وأيضا راح نتكلم عن بعض الأخبار المتنوعة. راح ننقلكم شوي من أخبار الكورونا، الله يحافظنا ويحافظكم يا رب العالمين، ويعني وتعم الصحة والعافية علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. راح نتكلم شوي رياضيا في حلقتنا في برنامج رياضة مثل ما تعودتوا كل اثنين الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة. ناخذ العناوين ونرحب بضيوفنا. في الدور ربع النهائي من كأس سمو الأمير، عبور آمن للدحيل والسد والعربي والمرخية يصنع الحدث ويقصي الريان. يوم حزين للكرة الخليجية في وداع الشيخ عيسى بن راشد. بطولات الفروسية مستمرة والشمال بطل في اليد والسلة، ومنتخب بولندا يتوج على شواطئ كتارة. في مواجهة فيروس كورونا، كيف ساهم الرياضيون في دعم جهودات الدولة للتصدي لهذا الوباء؟ النشاط الرياضي واقف مثل ما الكل يعرف بقرار من سعادة رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ جعان بن حمد آل ثاني. صدر قرار من اللجنة الأولمبية القطرية بإيقاف النشاط الرياضي حتى تاريخ 29 مارس، يعني 29 من هذا الشهر كل الأنشطة الرياضية واقفة في قطر، بما في ذلك نشاطات الاتحاد القطري لكرة القدم. طبعا البيان اللي صدر من اللجنة الأولمبية، أعلنت اللجنة الأولمبية القطر يعني غاف جميع منافسات الأنشطة الرياضية المحلية حتى 29 مارس 2020، علما بأنه تم إيقاف وتأجيل أنشطة الفئات السنية حتى إشعار آخر في وقت سابق. ونوهت اللجنة الأولمبية القطرية بأن ذلك يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتماشيا مع توصيات وزارة الصحة العامة بتجنب التجمعات في الأماكن العامة، وتنفيذا للقرارات الصادرة من اللجنة الوطنية المختصة بفيروس كورونا. طبعا هذا قرار اللجنة الأولمبية بوقف جميع الأنشطة. طبعا الاتحاد القطري بناء على هذا القرار أيضا صدر بيان بإيقاف النشاط الرياضي الكروي اللي هو دوري QMB، دوري قطر غاز، مباريات كاس سيدي سمو أمير البلاد المفدى، وكل الفئات يعني وكل الدرجات النشاط واقف حتى 29 مارس، تماشيا مع قرار اللجنة الأولمبية لنفس القرض، وهو توجهات الدولة والإجراءات الاحترازية اللي تقوم فيها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. الله يحافظنا ويحافظكم يا رب العالمين، ويقينا الشر هذا المرض اللي يعني مثل ما نشوف ونسمع، ولكن علينا أن احنا نتوخى الحذر، علينا أن احنا نتبع التعليمات والإرشادات اللي قاعدين يعطونا إياها في دولتنا، يعني التعقيم، السلام من بعد، يعني مثل ما يقولون الوقاية خير من العلاج. احنا خلنا يعني نسلك طريق الوقاية قبل ما نوصل الله لا يحوجنا لا يا رب العالمين طريق العلاج. فالسلام عن بعد، الوقاية المستمرة، عدم الاختلاط، عدم الذهاب إلى الأماكن اللي فيها تجمعات، المجمعات نبتعد عنها. فياريت أن احنا يعني نتبع هذه التعليمات والإرشادات اللي تصدر من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية عندنا في قطر. اليوم خل نرحب في ضيوفنا، راح نتكلم شوي في الرياضة، شوي نبتعد عن جو الكورونا اللي خذ العالم. أبو عيسى علي عيسى، رئيس القسم الرياضي جريدة العرب، نرحب فيك يا أبو عيسى. مرحبا أبو عبد الله، الله يمسك بالخير. وأيضا الكابتن نبيل أنور، مساعد مدرب نادي الشحانية أبو خالد، نرحب فيك. مرحبا فيك أخوي راشد. ها شلون الوضع معاكم أبو عيسى؟ طيبة.
الامور زينه. شلون الامور؟ تطلع من البيت ما تطلع؟ والله يعني مثل ما ذكرت في البدايه، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بلا شك يمكن الكل هذه الايام يتابع الامور اللي حاصله عندنا، والله يبعد الشر عنا وعنكم وعن الامه، اللهم امين، البشريه بشكل عام. يعني في نهايه الامر هذا امر انساني، نتمنى انه يكون بعيد عن كل شخص موجود على كوكب الكره الارضيه بشكل عام، يعني تماشيا مع القرارات اللي طلعت والقرارات والاجراءات الاحترازيه مثل ما ذكرت ابو عبد الله. يمكن احنا ملتزمين وعملنا مثلنا مثل كثير من الدوائر الحكوميه اللي كانت موجوده عندنا، بيت دوام، ولكن مثلنا مثل العديد من يعني للضروره القصوى. صحيح، يعني للضرورة القصوى. بتروح لشيء ضروري يعني. يعني اليوم مثلا وصل لنا فتره احنا يمكن في جريده العرب على سبيل المثال بدينا بنظام العمل عن بعد، يعني الاخوان والزملاء واحنا كلنا تقريبا الصحفيين كلنا نشتغل في منازلنا ونحاول ان احنا بقدر الامكان نطلع الصحيفه هو طبعا بيوتنا. ابو عيسى يعني بس عشان يعني ترى احنا مش قاعدين يعني مثلا احنا نبغي نخوف ولا ان والله تخافوا وخلي صيتكم هلع وروع، لا بالضبط. لا والله، ولكن الحذر واجب بالضبط. يعني هذا بالضبط وقاية. بالضبط، هذه مجرد اجراءات احترازيه. يعني احنا لما نشوف سيدي سمو الامير الله يحفظه بمعيه وزراء اللي كانوا موجودين ورئيس مجلس الوزراء، اليوم شفنا معالي رئيس مجلس الوزراء موجود في مطار حمد يزور ويتنقل يعني ليطلع على مثل هذه الاجراءات. صحيح واحنا ما نتكلم عن هلع، ان شاء الله ما في الا كل خير، ولكن هي اجراءات احترازيه. ومثل ما ذكرت ابو عبد الله، الوقايه خير من العلاج. يعني في نهايه الامر هذا الطريق اذا احنا مشينا فيه قد ما نقدر ان شاء الله راح نحاصر هذا الفيروس ونبتعد ان شاء الله عنه وعن جميع المتواجدين ان شاء الله في دوله قطر. نبيل، انتم طبعا التدريبات متوقفه. صحيح، اليوم مصدر الاتحاد القطري قرار بايقاف التدريبات حتى اشعار اخر، فاعتقد ان التزاما يعني مع القرار اللي اصدر من اللجنه الاولمبيه ايضا الاتحاد القطري اصدر قرار بايقاف جميع المسابقات بما فيهم مثل ما ذكرت اخوي راشد الدوري العام، دوري كيو ان بي وكاس سيدي سمو الامير، وايضا دوري الدرجه الثانيه. فاعتقد ايضا كان من يعني المفترض ان ايضا يتم ايقاف التدريبات، وهذا ما حصل بعد صدور قرار اليوم. اليوم صدر. اي نعم، اليوم صدر القرار حتى اشعار اخر، فمثل ما تفضل. وهذا صار في كثير من الدول في العالم. صحيح. يعني النشاطات يعني تقريبا اغلب الدول، ما ادري اذا كان في حد للحين دوريهم شغال. لا لا، يعني اغلب الانشطه الرياضيه توقفت على مستوى العالم. يعني اعتقد هذا يعني مثل ما ذكرتوا، يعني الوقايه خير من العلاج. لا بد ان نتبع التعليمات ولا بد ان نكون حريصين اكثر، وان شاء الله الامور طيبه والله يحفظ الجميع ان شاء الله. ابو الاحدان يا ريال عنده معقم امس، اقول له عطني اياه ابو الاحدان، بس قطر لي قطره واحده بس غالية الحين. عطني ابو الاحدان بس طرف هالمعقم ذي، لا مو براضي. لا المشكله من خلصنا البرنامج ابو الاحدان راح على غير العاده. الله يمسيه بالخير اخونا ويحفظهم ان شاء الله الاحدان. عندنا طبعا احنا اليوم الله يحافظهم يا رب العالمين، والله انا اتغشمر، ولكن يعني بالفعل في يعني بحث مستمر عن الامور هذه المعقمات، لكن اعتقد ان بدات الامور تسهل، يعني قامت تتوفر في الاماكن، واعتقد ان جميع المجمعات التجاريه او الميرا اللي عندنا في قطر توفر فيها يعني ادوات التعقيم والنظافه. اليوم راح نتكلم عن مباريات دور الثمانيه من كاس سيدي سمو امير البلاد المفدى. كانت هناك اربع مباريات قبل ما نتكلم عنها. طبعا العربي فاز على الاهلي 3-0. المرخيه في مفاجاه وفي يعني حدث استثنائي، المرخيه فاز على الريان بهدف دون مقابل. المرخيه كان ابعد الغرافه من دور ال 16، واليوم يبعد، مش اليوم يعني يوم الخميس كانت المباراه، فاز المرخيه على الريان 1-0. الجمعة الوكرة أو السد عفوا فاز على الوكرة بركلات الترجيح 4-1 بعد ما انتهت هذه المباراة بالتعادل 2-2. يوم السبت دحيل فاز على السلية 4-0، ووصل يعني فوز دحيل وفوز العربي فازوا بشكل يعني مريح. العربي فاز 3 على قطر، دحيل فاز 4-0 على الأهلي. أنا ليش قلت قطر؟ تصير
ها تصير. لا لا ليش قلت قطر يعني. قبلها لان قبلها قطر والاهلي لعبوا مع بعض في الدوري اه في شيء يعني ليش المعلومات اي والله. العربي فاز 3 على الاهلي ودحيل فاز على السليه 4-0. لكن تعال شوف فوز السد الصعب اللي كان على الوكره تعادلوا 2-2 بعد ما كان السد متقدم 2-0. قدروا الوكره انهم يعادلون النتيجه لكن الله ستر في ضربات الترجيح وقدر السد انه هو يحسمها ويتأهل لدور نصف النهائي. فيما الريان اللي خسر من المرخية ونقول هارد لك للريان ولجماهير الريان. عندنا التقرير عن مباريات دور الثمانية خلينا نشوفه وياكم. يوما بعد يوم تزداد القناعة، يوما بعد يوم يتأكد الخبر بأن كرة القدم لا يمكن أن تكون علما صحيحا، فواحد زائد واحد ليس بالضرورة أن تكون نتيجته اثنين. وإليكم القصة الكاملة لا بالمختصر. من الآخر سنبدأ، من الآخر لا يريد الدحيل أن يفرط في احتمالية لتتويج في أي مسابقة له فرصة حضور فيها وله فيها موضع قدم. ويبدو بأن الركراكي وجد لنفسه بين اللاعبين شكلاً وأسلوباً، وتبدو النتائج جلية واضحة على شكل أداء وأهداف، وفي أحيان تكون النتيجة بعينها غاية وهدف. وأمام الشواهين ضرب بالأربعة وكتب آخر اسم بين الكبار الأربعة. هذه الانطلاقة، الهدف الرابع يسجل. الشوط الثاني أتوقع كان نقصنا التركيز في أول ربع ساعة، نقصنا التركيز وتحيل استغل الفرص. أتوقع اليوم كنا نقدر نطلع بنتيجة أكثر من أربعة، مفروض نسجل الخامس والسادس بس ربي ما كتب، وإن شاء الله نحافظ على هالمستوى المباراة القادمة. السد عبر مطب الوكرة من على نقطة الترجيح، لكن السد لا يبدو بأنه على المسار الصحيح. الجميع بات فاهما مدركا للواقع وعارفا بالحيثيات، فالتعب أوصل إلى الإصابات، وقد نقول قد يكمل حتى يصل إلى ما لا يرغبه ولا يتمناه عشاق الزعيم الذين جعلهم رجال الوكرة يعيشون أحلك اللحظات قبل أن تبتسم الليلة لعريس البطولات. 1-0 الضربة الأولى، لوكاس مينديز والقائم، القائم يحرم الوكرة. أمتايهي يسجل 2-0 للسد، وركلة الترجيح وعلي علي علي برافو. حاولنا نجاري السد رغم الإصابات ورغم الغيابات اللي عندنا، ويمكن الشوط الأول ما ظهرنا بالمستوى المطلوب، لكن الشوط الثاني شفت قدرنا نرجع للمباراة ونوصل مبتغانا أن نوصلها لأبعد نقطة اللي هي ضربات الجزاء. لكن في النهاية ضربات الحظ، يعني من اسمها ضربات حظ، ابتسمت للسد. نقول الحمد لله على كل حال. بالعربي وبالصوت الفصيح، العربي أمام الأهلي استحق الثناء وسيلا من المديح، ومنذ البداية كان كلامه واضحا وصريح بأن فريق الأحلام لا يريد الوداع ولا يرغب في رمي المنديل، وحتى آخر رمق سيتابع حتى اختتام هذا الموسم بلقب أو تتويج. يسجل العربي الثالث خطأ. أخيرا أثبت المرخية بأن المجتهد لا بد أن ينال الجزاء والمكافأة. أثبت وبرهن المرخية بأن لا شيء مع العزيمة مستحيل، وبأن ما حدث أمام الغرافة ما كان إلا مقدمة فقط. أما الريان فكثير من الحديث كثير، من الشرح مطلوب، وعلى الحروف يجب أن توضع فورا النقط. الحمد لله خطفنا المباراة في كرة ثابتة، هذه مباراة الكؤوس. الحمد لله نمشي خطوة بخطوة. عندنا مباراة العربي راح تكون بالنسبة لنا مباراة حياة وموت، لأننا توصلنا حق مصطفات سمو الأمير. اللهم لك الحمد لك الشكر، ونقول هاردك هاد الريان على هذا الخسارة. طبعا هي مفاجأة الكل، وبداية المباراة كنا احنا ضغطين وهم كانوا مسكرين لأنهم يعرفون الجمهور، يعرفون الريان. حاولنا نتقدم نسجل، ما صنع فرص ما في فرص، كانوا مسكرين في النص أكثر منا، وخطأ بلنتي وسجلوا علينا، وحتى كان الوقت ما يمدينا نرجع للمباراة.
طبعا لما دحيل يوصل الى دور نصف النهائي يعني امر متوقع دحيل، وعلى قولة يعني احمد الطيب ومين ادد دحيل يعني، لما السد يوصل ايضا عادي، ولكن العربي وجوده في نصف النهائي يعني هو يعني مش غريبه، ولكن يعني الغريب ان العربي من زمان يعني ما شفنا العربي يصل الى دور نصف النهائي. ففعلا انا شخصيا مبسوط جدا ان العربي تواجد في دور نصف النهائي، لكن لما الريان يخرج والمرخيه، واحنا نحيي المرخيه ونقول تستاهلون، ولكن يعني خروج الريان ويعني ابتعاد الريان على المنافسه على كاس سمو الامير، وخاصه ان جمهور الريان كان يمني النفس يعني منافسة الريان على لقب الدوري نافس دحيل. اليوم الريان خسر التواجد في دور نصف النهائي، وإحنا خسرنا أيضا جمهور الريان. يمكن إحنا خسرنا جمهور الريان، وهذا كان أحد أسباب خسارة الريان في المباراة الماضية. تدري أنت مبسوط ولا إيش يعني؟ ترى إحنا زعلانين أن أنت مبسوط يعني الغرافة طلع الريان. أنا مبسوط حق يونس، وفي نهاية الأمر إحنا كمتابعين لشان مبسوط ليونس علي قصدك؟ مبسوط ليونس علي، مبسوط ان احنا نشوف صدق مفاجأة. مبتسم نبيل ها؟ مبسوط يعني شوف ترى انا اقول لك والله العظيم شوفه صدق ما كنت ادري ما كنت ادري يعني ما كنت ادري التبرير في مكانه ابو عبد الله التبرير في مكانه قال انا مبسوط ليونس علي وضح يعني اوكي اي بس انت بعد في نادي الريان في كيان في امه ريانيه احنا مبسوطين يمكن هذا الشيء اللي احنا كنا نناديه من سنوات طويله تغيير نظام البطوله لما تغير نظام البطوله صحيح. وصار في عداله لجميع الفرق شفنا اول مفاجاه وصول نادي المرخيه لدور الاربعه وقد يوصل الى المباراه النهائيه صحيح. هذا اللي احنا كنا نتكلم عنه في السابق يعني اليوم وجود المرخيه وجود العربي بس اثبت انه مش مفاجاه ها طلع ناديين من طبعا يعني. مش مفاجاه وان كانت هذه مباريات كره قدم تختلف يعني ما لها اي معايير يعني المرخيه فاز على نادي الغرافه في كاس يدي سمو الامير في دور 16 جاء لعب في دوري درجه ثانيه امام نادي لوسيل اللي هو المركز الاخير وخسر قبل الاخير 3-0 قبل الاخير وخسر 3-0 صحيح. نادي الريان جاء لعب مع نادي السد قبل هذه المباراه وقدم مستوى مميز وقدر انه يفوز على نادي السد جاء امام نادي المرخيه وخسر. هذه هي كره القدم، هذه هي حلاوه الكؤوس اللي موجوده عندنا. احنا نحيي حقيقه الكابتن يونس علي مدربنا المواطن اللي احنا نشوفه واحد ان شاء الله برفقه اخوانه وزملائه والعديد من المدربين عندنا الكابتن يونس الكابتن نبيل انور ان شاء الله في يوم من الايام نشوفه يقود فريق في هذه البطولات الكابتن وسام رزق الكابتن يوسف ادم والعديد من المدربين الشباب اللي ان شاء الله نتمنى من ادارات الانديه ان يعطونهم الثقه راح يشوفون المدرب المواطن شلون يقدر انه هو يوصل. نحيي الكابتن يونس نحيي يعني اخوانه ما نقدر نقول ابنائه لانه ما شاء الله مش كبير اخوانه في اللاعبين وعلى راسهم الكابتن نبي احمد كانو اللي حقيقه احييه حتى على اللفته الجميله انه ما احتفل بعد ما سجل الهدف. احنا فرحانين للمرخيه نعم فرحانين للمرخيه طيب. حزينين خروج الريان نعم حزينين خروج الريان لكن يمكن غياب جماهير الريان في هذه المباراه لان لعبت بدون جماهير يمكن اثر شوي على نادي الريان او شل الرهبه اللي كانت راح تكون موجوده على لاعبين نادي المرخيه في طيب. هذه المباراه. انت تكلمت عن الريان بس بجواب سريع قبل ما انتقل حق نبيل، انت مع من في دور الاربعه؟ يعني شلون ايه؟ من يوصل النهائي؟ لا انت مع من يعني من الاربع انديه؟ انت الحين قرفاوي عارفين بس في دور الاربعه؟ كلهم واحد لكن مع العربي. مع العربي نبي العربي يرجع أوكي. العزيز لا رجع بتغير وايد موازين. علي عيسى تكلم عن الريان وقال ان الريان لعب يمكن من غير جمهور يمكن هذا كان سبب في ان الريان يخسر، ما ادري يعني انا شخصيا ما اشوف السبب يعني دحيل ايضا لعب من غير جمهور، السد لعب من غير جمهور، لكن السؤال هل الريان ما احترم المرخية؟ بالفعل. هل مدرب الريان ما احترم قدرات يونس علي المدرب المواطن وبالتالي صار اللي صار أنه حتى يعني بعد الهدف اللي أحرزه المرخية هو اللي هاجم صحيح. لين الدقيقة له هو اللي هاجم يعني هو اللي ضاغط على الريان. شوف أبو عبد الله مثل هذه المباريات خاصة الفرق الكبيرة خلنا نقول لما تلعب ضد الفرق الصغيرة دائما يكون في نوع من العامل النفسي، العامل النفسي مهم جدا في هذه المباريات، بالنسبه لي انا شخصيا العامل النفسي اهم من الامور الفنيه، انت شلون تهيئ اللاعب لهذه المباراه؟ خاصه احنا نشوف فريق الريان قبلها باسبوع لاعب ضد فريق نادي السد وقدم مباراه مميزه وقدر ياخذ
الثلاث نقاط بأداء وبنتيجة. يجي بعدها بأسبوع يلاقي نادي المرخية. المرخية مثل ما احنا عارفين يلعب فريق يلعب في الدرجة الثانية، فنفسيا اللاعبين لما يدخلون الملعب فيكون في نوع من الاسترخاء، يكون نوع من التهاون، لأن احنا راح نقابل المرخية. الاسترخاء أو التهاون هذا أبو عبد الله ما جاء في ليلة المباراة، أنت ما تقدر تعالجه في ليلة المباراة، أنت لابد أن يكون له علاج من بعد فوز المرخية على الغرافة. لابد أن اللاعبين يعرفون أن المرخية دام أنه قدر يفوز على الغرافة فريق صعب، وراح نقابله في دور الثمانية المباراة راح نلاقي فيها صعوبة. هذه من ناحية النفسية. لما نجي نقول أجيري ما احترم يونس، لا ما أعتقد، والدليل أن أجيري بدأ بنفس الطريقة وبنفس الأسماء وبنفس الأسلوب اللي لعب فيه ضد السد وما غير، جاء لعب فريق ضد مباراته ضد فريق المرخية، احترم فريق المرخية كفنيا شفنا صحيح كانت فيه أخطاء فنية أو ما نقول أخطاء، قراءة، هي دائما أحيانا تكون قراءة سليمة وقراءة خاطئة، يمكن هو ما قرأ المباراة من بداية المباراة بحكم أنه ما يعرف فريق المرخية بشكل اللي يعرف أندية الدرجة الأولى، ولكن وين كانت الحلول بين الشوطين من ناحية الفنية؟ أنت شفت فريق المرخية في الشوط الأول بيلعب تكتل دفاعي يعتمد على المرتدة، وأيضا اللاعب باسكو كان بالجهة اليمنى عامل شغل، إيش الأمور التكتيكية أو الفنية اللي أنت عملتها بين الشوطين أو غيرت شكل الفريق؟ ما صار الأوراق اللي عندك كبدلاء أفضل من الأوراق اللي موجودة في المرخية كأسماء موجودة عندك بالفعل في دكة البدلاء. بالفعل مثل ما ذكرت عنده بدلاء، يعني وجود خلنا نقول سيبستيان مش في وضعه، ولكن في لاعبين موجودين على دكة البدلاء مثل عبد العزيز هزاع، شفناه احنا في كاس أوريدو لما نزل في مباراة ضد، أعتقد كانت مباراة ما تخوني الذاكرة، كانت ضد الأهلي أعتقد، دخل المباراة وقلب النتيجة. لاعبين صغار محتاجين فرصة، وخاصة مهاجم عند الخامة، أيضا الحرازي نزوله كان متأخر نوعا ما، فأعتقد هي مباراة كانت يعني من أول ربع ساعة أعتقد أن المرخية قدروا يأخذون. طيب يعني أنا يعني الريان يعني من فريق يبي ينافس على الدوري وكاس الأمير إلى فريق الآن هو خارج، يعني أنا أقصد هذا يعني فريق لما تقول ينافس على الدوري معناته فريق مكتمل، فريق عنده النجوم، فاز على السد في الفترة يعني قبل التوقف، فاز على الدحيل، فاز على الدحيل في القسم الأول أو الثاني، وتعادل في القسم الأول، صحيح. فاز على السد رايح جاي، ما قدر يفوز على المرخية، يعني في زعل كبير عند الجمهور الرياني. من الطبيعي. برجع لك نبيل بس خلنا نشوف حزن جمهور الريان بعد هذه المباراة، وأنا أقول حزن لأنه بالفعل حزن، الله لا يجيب الحزن، ولكن هو بالفعل يعني الريان برا كاس الأمير من دور الثمانية ما أعتقد أنها هي سهلة على جمهور الريان. خلنا نشوف هذا الكليب ونرجع لكم. لا تنظر إلى هذه الفرق فإن لديها مخرجات مميزة جدا قادرة على أن تضيف إلى دوري. هل تأتي لمصلحة الريان؟ ملخم ملخم. بطاقة صفراء، شوف التدخل القوي على أنطوني باسي هكذا. إذن تلعب لمصلحة المرخية، تلعب عالي على القائم الثاني، رأسية واحدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، مطالبة هي جول جول. تستمر المفاجآت، يفعلها المرخية، يسقط الريان، لا كبير في كرة القدم، تعطي من يعطيها. والله آه يا الرهيب، يعني
أنا يعني ما أدري يعني أنت نبيل تقدر تعبر، لأن أنت يوم من الأيام كنت يعني ابن بار لنادي الريان، لا زلت يعني، ولكن الحين يمكن شوي ابتعدت من فترة، ولكن تبقى يعني يبقى الريان في القلب يعني. شوف بصراحة يعني مثل ما أنت قلت كلمة، أعتقد الحزن اللي أنت تكلمت عنه أو أخوي علي، أنه راح نخسر جماهير ريان في هذه البطولة. جماهير ريان دائما هي ما تقدم إضافة كبيرة في كل البطولات بحضورها وبتشجيعها وبحماسة، ولكن لابد أن نعرف شيء، أن هذه كرة القدم وحلاوة البطولات القصيرة والصغيرة، هذه الكؤوس خاصة، أن حلاوتها ومفاجآتها أن الفرق الصغيرة هي ما تخرج الفرق الكبيرة، ولكن الريان ما قدم في هذه المباراة اللي هو يستحق أنه يوصل لدور الأربعة، خلنا نكون واقعيين. فأعتقد أن خسارة الريان كانت منطقية في ظل الأداء اللي قدمه ضد نادي المرخية. طيب هذا كان خروج نادي الريان. نقول احنا طبعا مبروك للمرخية، مبروك للمدرب يونس علي، مبروك لإدارة نادي المرخية، لمحبين المرخية هذا الإنجاز والوصول لدور نصف النهائي. المرخية راح يقابل العربي، فهي فرصة ذهبية للفريقين. يعني المرخية أفضل له يقابل العربي من أن يقابل السد أو دحيل، فممكن نشوف المرخية في النهائي. وأيضا العربي أفضل أنه يقابل المرخية بدل ما يقابل الريان مثلا، أو يقابل فريق غير الريان. فاليوم يعني اليوم إحنا لما نقول العربي والمرخية هم فريقين أصلا محظوظين مع بعض يلعبون في دور نصف النهائي. السد ودحيل عاد هذه فيها كسر عظم، وهم متعودين على بعض يتطاحنون مع بعض، اللي بيفوز يوصل مباراة النهاية. لكن اليوم أنت ممكن تشوف نهائي يعني لأول مرة تشوفه، ممكن تشوف العربي والسد، وهذا نهائي بيكون علي عيسى تاريخي. صحيح، من زمان هم يدورون بعض. يعني ممكن تشوف مثلا الدحيل والعربي، ممكن تشوف نهائي يحمل اسم لأول مرة في التاريخ المرخية مع السد أو مع الدحيل. المهم أنه هو بيكون فيه نهائي جميل بإذن الله. ولكن احنا نقول طبعا هو المباراة نصف النهائي بتكون تاريخ 11 و12 أو 10 و11 مايو. لا أعتقد قبل، لأن النهائي في 14 مايو. إي بس هي قبلها بكم من يوم، ما أعتقد أن يكون 11 النهائي بعد يومين. كنترول بس تأكدوا لي متى مباريات ال، لا في انا على حسب الجدول اللي نزل، الجدول القديم موجود لكن انا في مايو على حسب الجدول القديم كان في مايو انا متاكد، ولكن لحد الان احنا ما نعرف اصلا هل بتكون المباريات في وقتها، هل النهائي بيكون في وقتها، هذا عند الله سبحانه. باذن الله باذن الله القمه هذه يعني تنجلي والامور تمشي مثل ما احنا نتمناها. ولكن لو لا قدر الله يعني ما مشى الأمر وتم تأجيل النشاط لمدة يعني أكبر، فأعتقد أن التأجيل وارد لمباراة نصف النهائي حتى مباراة النهائي، وما أعتقد فيه مشكلة، ممكن تلعبها بداية الموسم يعني. صحيح، في حلول كثيرة إن شاء الله بتكون. أهم شيء الفريق يوصل، سواء العربي أو المرخية أو والله شوف عشان بعد نتكلم أو السد أو الدحيل يعني. نتكلم بشكل سريع عن المباريات الثانية حقيقة، يمكن عشان بعد يمكن يونس نبيل تكلم وقال البطولة خسرت جماهير نادي الريان. يمكن أنا نادي الريان وجماهير نادي الريان صار لهم فترة طويلة مبتعدين عن تشجيع فريقهم ومواجهة فريقهم، مع أنه قاعد يقدم مستويات كبيرة، فما أشوف ذيك الخسارة الكبيرة يعني. ويسمحون لي الأخوان من جماهير نادي الريان، وهذا الكلام قلناه في حلقة سابقة وقلته في حلقة سابقة يوم كان الكابتن حمد عيد مكان أخوي الكابتن نبيل أنور. لكن هذه البطولة كسبت جماهير نادي العربي، وإن كان خسرتهم في الجولة الماضية لأنه كانوا يلعبون بدون جماهير، لكن جماهير نادي العربي كسبتهم هذه البطولة. النادي العربي اللي قدم مستوى كبير في ديربي الهلال، اللي استطاع أنه يعني يحقق انتصار عريض حقيقة على نادي الأهلي، اللي أيضا نادي الأهلي قاعد يقدم مستويات كبيرة خاصة مع المدرب الجديد نيبوشة. لذلك وقلت لك قبل قليل يا راشد أن عودة العزيز راح، أقصد نادي العربي طبعا، راح تغير موازين كثيرة في نصف النهائي. 9 و10
بس 9 و10 و14 والنهائي في 14 هذا لحد الان ان شاء الله تكون في موعدها ان شاء الله مثل ما ذكرت ان شاء الله تكون هذه الازمه يعني راحت بخيرها وبشرها. لذلك لما احنا نتكلم عن النادي العربي وجماهير النادي العربي والمستوى الكبير اللي قاعد يقدمه النادي العربي خاصه في كاس سيدي سمو الامير اتوقع راح يضيف كثير او راح يرجع نكهه خاصه لنا كجماهير قطريه لكن كمتابعين بعوده جماهير النادي العربي وعوده النادي العربي اللي الكل يتمناها. العربي السنه ترى متفوق على الاهلي بشكل كبير يعني ثلاث في قسمين صحيح رايح جاي فايز عليه وفي كاس في الامير كاس سمو الامير خاصه انا اقول لك خاصه ان النادي الاهلي قاعد يقدم مستويات يعني التاهل العربي مقنع حتى لو تاهل ريان راح يكون تاهل نادي ريان مش مقنع لان في نهايه الامر على المرخيه لكن لما تفوز على الاهلي وبمدربه الجديد اللي قاعد يقدم مستويات كبيره لا فوز النادي العربي مقنع فوز جميل خاصه لما احنا تخيل النادي العربي يحمل هذا الكاس يعني خاصه انه صار لهم فتره طويله ما كانوا متواجدين في دور الاربعه يمكن من تقريبا 13 سنه ولا 14 سنه ما كانوا يعني من 2013 اخر موسم اخر مره في 2013 من هو العربي في وصل الدور قبل النهائي لا اتوقع قبلها يوم لا 2013 وضدنا احنا في الخور مع الخور اخر مره في 2013 تلعب انا في الملعب لكن العربي 2013 العربي اليوم عنده فرصه تاريخيه انه يروح نهائي يعني والله الفرصه التاريخيه لا للكاس 13 سنه استغفر 13 سنه اي 2007 لما انتم لعبتوا 13 سنه يوم لعبتوا مع 2007 في النهائي 2007 لعبنا مع السد في النهائي السد صحيح وكانوا هم مباراة كانت في السد صحيح وقبلها كانوا مع الوترة في من آخر قبل 16 هم فازوا قبل مباراتنا العربي بقول لك نقطة بعيسى وخليك تكمل العربي قبل ما يواجهون أبو عبد الله لعبوا مع الريان وفازوا على الريان وجاوا لعبوا ضدنا فريق الخور وإحنا في الدوري كنا قبل الأخير وضعنا كان سيء للغاية صحيح فوصلنا مباراة دور الأربعة بعد فوزنا على مصلال اللي كانوا الرابع في الدوري فزنا على مصلال مباراة يعني بصعوبة بالغة واجهنا العربي والعربي بذيك الايام كان الكل متوقع 90% العربي راح يوصل نهائي بشعيب المباركي شو اسمه ذاك بيسكو وليد حمزه انت في يعني الحين انت يعني تفاول على العربي ولا لا 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 يعني انا بالعكس يعني وش اوجه يعني رساله حق الجماهير يعني والله وصلت العربويه المباراه بتطلعون بقول لك شيء اوجه يعني رساله العربويه المباراه مش سهله خليهم يتفائلون تفائل وياهم يا نبيل بقول لك شيء اوجه رساله توهم واصلين مساكين توهم خلنا ناخذ عبره من الغرافه والريان حسفهم وقال لنا خسر لا شوف خرعهم هذه حذر واجب عبد الله فرصه ناخذ عبره الغرافه والريان خاصه نادي المرخيه راح يعني يحصل خصم حتى خاصه على 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 المستوى الهجومي اصعب من الغرافه ومن الريان بالطريقه اللي قاعد يلعب فيها نادي عموما العربي يستاهل يستاهل وجمهور العربي يستاهل بالضبط واتمنى والله نشوفه في النهائي واحنا صحيح خسرنا جمهور الريان لكن عندنا العوض في جمهور العربي يعني بعد شيء يغطي على شيء يعني صحيح خسرنا الريانيين في هذه البطوله لكن كسبنا العرباويين وجمهور العربي بعد فنان ما يحتاج يعني السد فاز فوز صعب على الوكره ونحيي الوكره امانه على الاداء اللي قدموه كانوا متاخرين بهدفين رجعوا هدفين بهدفين ووصلوا لضربات الترجيح ولكن خبرة السد في الأخير يعني احسمت الأمر وصل الزعيم السد عيال الذيب يعني أبوا لأنه يكونون في الدور نصف النهائي أيضا الدحيل فاز فوز سهل على السيلية بأربعة أهداف عطونا أهداف السد والوكرة عطونا أهداف السد والوكرة وايضا اعطونا اهداف الدحيل فريق دحيل امام السيري وصولهم منطقي السد ودحيل وبيلعبون مع بعض صحيح يمكن جات فرصه تاريخيه حق فرصه يعني مميزه كانت لنادي الوكره امام نادي السد في ظل الغيابات اللي موجوده في نادي السد والظروف اللي قاعد يلعب فيها نادي السد ولكن استطاع نوعا ما نادي الوكره انه يقرب خاصه بعد ما تعادل وسجل هدفين وقدر انه هو يرجع للمباراه لكن في ركلات الترجيح يمكن خانتهم الخبرة يمكن ما استعدوا لركلات الترجيح بشكل جيد خاصة من التوتر الواضح اللي كان موجود على لعيبة نادي الوكرة لما أنت تشوف لوكس مندز هو مدافع هو أول واحد يشوت هو أول واحد يشوت ركلة الترجيح ومن بعد يجي اللاعبين الصغار هم اللي يشوتون ركلات الترجيح أنا استغرب وين
باقي لعيبة الخبرة اللي كانوا موجودين في الفريق يمكن راح كانوا يعدلون ويغيرون بعض من لو سجلوهم في البداية يمكن راح تغير. هو الوكرة فاز على السد في الدوري صحيح، فاز على الوكرة في السد في آخر مباراة جمعتهم وقدر أنه يحقق نتيجة إيجابية. في ذاك الوقت أيضا كان في غيابات كثيرة موجودة في نادي الوكرة وخاصة منهم لعيبة مهمين مثل محمد وعد وأحمد سيل لما كانوا متواجدين مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة في بانكوك. لذلك نادي الوكرة ما قدر أنه يعني ما كمل الفرصة اللي جاته في ركلات الترجيح، وخبرة السد هي اللي يعني كانت رجحت تأهل نادي السد إلى دور الأربعة. السيلية ما قدر يقاوم دحيل أبدا نبيل، يعني خسارة أربعة واستسلام كامل. يعني عبد الله هذه أفضل مباراة لنادي الدحيل هذا الموسم، أفضل مباراة لنادي الدحيل هذا الموسم على السيلية، مباراة يعني فريق لاعبين الدحيل وفريق نادي الدحيل قدم مستوى مميز للغاية. ما نقلل من فوز الدحيل في المباريات السابقة وتصدرهم لا، ولكن كمستوى فني الدحيل في هذه المباراة قدم مستوى جدا مميز، وشاهدنا تألق لاعبين خاصة لاعب عبد الله الأحرق اللي جالس يقدم مستويات طيبة سواء مع الأهلي والآن مع الدحيل. يعني الحين هم وصلوا للفورمة المدرب واللاعبين؟ خلاص أعتقد يعني خذوا وقتهم خاصة المدرب، وأيضا عودة اللاعبين المصابين الآن نشوف احنا عودة أيضا مدبو وأيضا عودة إسماعيل عودة لويس مارتن. أعتقد الدحيل يعني جالس يعني من التوقع الدحيل والسد في ظل المعطيات الحالية اللي شفناها في الفترة السابقة؟ أعتقد الدحيل أقرب. الدحيل أقرب والعربي بعد المرخية، الإصابات اللي عند لعيبة السد والعربي والمرخية. العربي أقرب على طول، أقرب هذا قبل المباراة، ولكن في الملعب شو اللي بيحصل الظروف العربي ولا المرخية علي عيسى؟ لا الشرق بيحتفلون بالكاس، بيحتفلون بالكاس توقع. اوه والله تصريح حلو، توقع بيحتفلون يعني بالكاس. ايه ان شاء الله نشوف هناك ترى السد ولا دحيل، يعني نشوف فرقه البرناوي ان شاء الله. ها فرقه البرناوي شكلها تجهز حق توقع والله بيكون يعني يوم تاريخي. بيكون يوم للتاريخ ان شاء الله يعني والله العظيم أتوقع. انا شخصيا يعني اتمنى هذه الفرحه لجمهور العربي ان شاء الله. أيوة انا اتوقع العربي الكل متعاطف يا ابو عبد الله مع العربي. السد ولا دحيل؟ العربي ودحيل. العربي ودحيل. طيب عندنا من اربع مباريات في دور الثمانيه، من كان الافضل وشن هي اللقطه اللي كانت الاجمل والاغرب واجمل الاهداف في هذا الكلب؟ خلينا نشوف وياك. جول جول الله، لاعب للريال لا يحتفل مبارك، لكنها المفاجأة الآن تعذر الوقت، الآن أصبحت الأمور أكثر صعوبة، الآن يدخل الريال في مأزق. نعم إنه قاهر الكبار، المرخية قاهر الكبار، يبدو ذلك عنوانا غدا سيكون حاضرا، المفاجآت تستمر. القطريين يكونوا موجودين في كوبا أمريكا. أدي محمد وعد، محمد وعد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، روعة روعة. الفكرة مع فيف مش موجود، اللي استغل المساحة وعد لعب الارتكاز، واللي كمل الباك الشمال كستوبر تاني، والباص اتعمل له لان الولد وعد ده ان شاء الله وعد انه هيكون لاعب كبير، باصص وشايف ما عملش بالعرض وخلاص، لا ده هو لاعب ارتكاز. انزل الكرة ما زالت معاه، يمرر لعبد الله الاحرق، خطيرة الفرصة، الله الثاني للطوفان. هكذا كانت البداية الجميلة لغبه الهجمة، التمريرة من إدميلسن الذي مرر لعبد الله وقال له تكفل بالباقي، رغم طول قامة حارس المرمى خليفة أبو بكر إلا أنها صعبة لافة مخادعة في الزاوية المستحيلة على حارس المرمى مهما كان. عموما كرة محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء الآن، عرضية خطيرة جدا، هدف ثالث ياتي
يسجل العربي الثالث خطأ. أكرم عفيف وسعود الخاطر والقائم ولكن هاشم هاشم علي يسجل بعد القائم ما تصدى لكرة أكرم عفيف والحارس سعود الخاطر. كان لهاشم علي اللاعب الناشئ الصاعد رأي آخر في المتابعة ليعلن عن أول أهداف اللقاء. 1-0 للزعيم. القائم يصرخ في وجه أكرم عفيف ويقول له عفوا لم يحن وقت التهديف بعد، ليأتي الدور على هاشم. كما تجاوز عقبة الحيل في الدور ربع النهائي نتحدث بعد هذه المحاولة كرة لمصلحة النادي العربي وتسديدة تأتي خطيرة. كان هذا كليب يلخص أهم يعني اللقطات في دور الثمانية من كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى. أجمل الأهداف، أحلى اللقطات، الفرص الضايعة، ويمكن شفنا فرصة عبد الكريم اللي أضاعها، وإحنا متعودين أن عبد الكريم في هالمكان هذا يعني 90 على طول، بس هذه مركبات معه. عموما عندنا فاصل، ها يلا فاصل ونرجع لكم. فقدت يعني أمانة الرياضة الخليجية أحد أبرز يعني رموزها، وهو سعى الشيخ عيسى بن راشد الخليفة يعني أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سابقا، اللي يعني ألمنا رحيله. الشيخ عيسى كان رجل محب للجميع، رجل خليجي بمعنى الكلمة، رجل يحب كل الشعوب وكل الدول، يفرح لفرح الآخر، يحزن لحزن الآخر. الشيخ عيسى كان رجل مختلف تماما. يمكن في المباراة الأخيرة للمنتخب البحريني في كأس الخليج اللي قيمت في الدوحة، أيامها فازت البحرين بالكأس، شفنا الشيخ عيسى وفرحته، وهو دائما ما كان يمني النفس الشيخ عيسى بن راشد أنه يشوف منتخب البحرين بطل. أمانة ذاك اليوم احنا فرحنا كلنا لهذا الرجل ولجمهور البحرين بالتأكيد، ولكن خاصة هذا الرجل اللي احنا نحبه وهو يحبنا. وايضا ما ننسى المكالمة اللي كانت ما بين سمو الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي لسمو الامير المفدى ومباركته للشيخ عيسى بن راشد، ولما قال ان احنا يعني سعيدين بتواجدنا في قطر وان انتم ما قصرتوا مع منتخبنا وجماهيرنا، وكانت كلمات صادقة ومعبرة للشيخ عيسى بن راشد واللي أيضا احنا أثرت فينا. أيضا ذكر في حديث أن أنا راح أجيكم وأجيكم، ورددها أكثر من مرة، ولكن القدر ما أسعف الشيخ عيسى أنه هو يحقق لهذه الأمنية، ولا أن احنا أمنيتنا تحقق برؤية هذا الرجل الطيب. في الأخير احنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا قدر والكل ماشي فيه، ونقول يعني تعازينا الحارة لأسرة الشيخ عيسى بن راشد، وأيضا ما ننسى التعزية اللي أرسلها سيدي سمو أمير البلاد المفدى لأسرة الشيخ عيسى بن راشد اللي له مواقف كثيرة وقصص كثيرة مع رجالات قطر وشيوخ قطر، أكيد أن احنا ما راح ننساها. هذا التقرير يلخص حياة الشيخ عيسى، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يرحمك يا شيخ عيسى، وتعزينا الحارة لأسرته. موج البحر سلامي ما وداه، والصيد طير الفلئ ولا حمل لو صاف، بارد ويا الصيف ولا الشتاء ليرد، ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد. نعم أحببناك وفجعنا خبر رحيلك، ولكن لا راد لقضاء الله. المحبوب والمحب للخليج وكرته التي لطالما كانت شغله وهمه الشاغل منذ رئاسته لنادي البحرين وحتى وصوله لأعلى سدة كروية في بلاده،
كان الداعم والمشجع والناقد والغيور على مصلحتها وعلى لاعبيها الذين أراد ضمهم كنجوم في عقد واحد، فكانت يده طولى في مشروع بطولة كأس الخليج التي رآها كأحد أبنائه، فكان المدافع عن استمراريتها، فهي بنظره الأجمل والأمتع، ودونها تسقط كل البطولات. الحب مفتاح الحياة، وحياة الشيخ عيسى وإن غلبتها كرة القدم إلا أن مساحة فيها للأدب والشعر الذي صاغه كلمات لامست الأحاسيس فحركت الأصابع على الأوتار فصار كلاما هو أشهر الأنغام. يعني أبرز ما كتبت في دورة الخليج الرابعة في قطر أغنية واقف على بابكم والهان ومسير، أسأل على اللي سأل محبوبي الصغير، يومين مروا علي 60 لو أكثر، ما قدرت يا منيتي عن شوفتك أصبر. أكبر. هذا النصيب انكتب، أحب أنا صغيرون يحبني لكن هله يخاف لا يدرون، فضحتني يا هوى وتالي كشفت الراس، ما حد درى بقصتي والحين كل الناس. هذه كتبتها في قطر في الدورة الرابعة. حلم الشيخ عيسى باليوم الذي يرى فيه منتخب بلاده وهو يرفع الكأس التي كان جزءا في تكوينها، وأراد الله أن يحقق حلمه على أرض دوحة الخير التي أحبته وأحبها، الدوحة التي لا تبدل ثوبها، الدوحة التي تبادل الحب بوفير الحب والمعزة، حزينة كالخليج وقارة آسيا على فقدان شخصية خليجية استثنائية يصعب تكرارها. سنشتاق ابتسامتك الحاضرة وتلقائيتك الساحرة، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يحبوني من الله، وحديثي دائما عادي بسيط، لا أتكلف ولا خربط ولا أزعل أحد. هذا يعني الرجل بالفعل يعني أسر قلوب الخليجيين كلهم، الرجال والنساء الصغار والكبار، بعفويته بسوالفه بطيبته، يعني لما تسمعه أو تشوفه تشعر ويعني تتأكد بأن هذا الرجل صاحب قلب أبيض يحب الجميع. يعني احنا في قطر أمانة حزننا لوفاته جدا، مع العلم بيعني الأحداث الأخيرة اللي موجودة، وأنا متأكد لو كانت الظروف تسمح كان كثير من هالقطر راحوا يعزون في الشيخ عيسى، ولكن يعني حسبنا الله ونعم الوكيل ما نقدر، ويعني ويحول بيننا وبين الوصول لأسرة الشيخ عيسى يعني الظروف السياسية اللي احنا نعرفها، ولكن احنا أكيد بمشاعرنا وصلنا ل يعني لأسرة الشيخ عيسى وتعازينا وصلت. الشيخ عيسى شاعر رياضي، رجل محب، رجل حساس، كتب الكثير من الأغاني، يمكن أشهرها أغنية إقطرية اشتهرت شهرة كبيرة في الخليج العربي، هي واقف على بابكم والهان ومسير، اللي غناها المرحوم فرج عبد الكريم، وكانت من كلمات الشيخ عيسى بن راشد، وأغاني كثيرة يعني كثير كتب الشيخ عيسى أغاني اليوم موجودة ومشهورة عندنا في الخليج، وقصص وطرائف يعني ما ننساها. والله أبو عبد الله إذا تسمح لي في البداية بلا شك يعني نتقدم التعازي إلى عائلته وإلى أنفسنا حقيقة. يمكن البرغية اللي بعثها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد إلى عائلته وإلى أسرة آل الخليفة الكرام بي 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 في وفاته هي تلخص قيمة هذا الرجل في قلوب هالقطر كلهم. يمكن اتصاله لبرنامج المجلس بعد فوز منتخب بعد البحرين، فوز المنتخب البحرين، وقال أنا بيجيكم مثل ما ذكرت، وهذه ديرة خوالي وديرة عيال عمي وبجيكم، فهذه كانت يعني معبرة وصلت للكل. يمكن حتى كلامه
ومثل ما قلت واقف على بابك مالهان ومسير وقصيت مكالمة سمو المثل الشيخ جاسم أكيد بلا شك، لأن أنت أنا تكلمت عن برنامج المجلس، لأن هذه المكالمة أنت تكلمت عنها. لكن بشكل سريع أبو عبد الله، يعني هذا الرجل يمكن حتى في ختام التغرير حتى هو متوفي يقدم لنا دروس، قال أنا عفوي لأني أنا أتكلم بسجيتي وما أكره ما زعل أحد، وهذه نقطة مهمة. يعني قصيدة اللي ذكر فيها يا زينة ذكريني لا غيبتني بحور بشوق ناديني، يمكن الدنيا تدور ودارت الدنيا وإحنا نقول له مثل ما بدأ التغرير وصيت طير الفلا لا حمل أوصال وحملت موج البحر سلامي ولا وداه، يعني هذا لا دارت الدنيا وغيبتها الدنيا ولا إحنا قدرنا نوصلها ولا سلامنا أوصلها، ولكن الله يسهل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هويا في جنات النعيم رحمة الله عليه أبو عبد الله الرجل الخالد في ذكرة الخليج والخليجيين الثقافة في الثقافة كشاعر ولا حتى الرياضة، هذا الرجل لأنه لن يتكرر حقيقة، ولكن ولله يعني نقول الفرحة اللي عاشها قبل تروح كان يعني أبا الغدر إلا أنه يفرح بكأس الخليج، هذه البطولة اللي وحبها اللي كانت كلماته دائما يقول شيء حلم كان يحلم فيه دائما، يعني أبو عبد الله إحنا يمكننا نسمعه كان يقول ما بناخذ كاس الخليج الا اذا صارت الكره مربعه، عن كان يتكلم عن المنتخب اعطيناهم فلوس، يعني باللهجه البحرينيه السلسه الجميله اعطيناهم فلوس بيوت وعطينا فلوس وبيزات وعطينا ولا حققوا شيء، ولكن سبحان الله في نهايه الامر فرح بهذه الكاس الغاليه قبل وفاته ورحمه الله عليه. الله يرحمه ويغمد روحه الجنه يا رب العالمين. عندنا تقرير عن الاخبار اللي صارت خلال أسبوع مضى، خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. نظم نادي السباق والفروسية على مضمار الريان العشبي السباق 36 في برنامج سباقات الموسم الحالي من خلال 8 أشواط، من بينها الشوط الرئيسي 8 على كأس عين خالد للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية لمسافة 1200 متر، والذي أسفر عن فوز الجواد تاكسيوالا ملك وتدريب المهندس أسامة عمر الدفع بالمركز الأول بقيادة الخيال القطري فالح بوغنيم بعد صراع كبير في الأمطار الأخيرة. توج المنتخب البولندي بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس قطر العالمية للكرة الطائرة الشاطئية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المكسيك بنتيجة شوطين مقابل شوط خلال اللقاء الذي جمع الطرفين على المسرح المكشوف بقطر، والتي أشرف على تنظيمها الاتحاد القطري للكرة الطائرة بالتعاون مع مؤسسة الحي الثقافي قطر تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة. في إنجازين متتاليين حافظ فريق الشمال على لقبه بطلاً لدوري كرة السلة بتغلبه على الغرافة بفارق 11 نقطة في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي على صالة نادي الغرافة، كما كتب نادي الشمال اسمه بأحرف من ذهب في سجل كرة اليد العربية بعد تتويجه بلقب النسخة 15 من البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، والتي احتضنتها تونس بعد فوزه على فريق العربي الممثل الثاني لكرة اليد القطرية بنتيجة 33-31 في المباراة النهائية. هذه كانت أخبارنا في فقرة الأخبار اللي تعودنا نحطها لكم كل أسبوع ونتكلم فيها عن يعني أهم الأخبار اللي تصير في الأسبوع. طبعا نبارك لنادي الشمال إنجازين متتاليين لفريق الشمال، طبعا هو بطل للدوري في كرة السلة، وأيضا طبعا فاز على الغرافة في المباراة النهائية، وأيضا الشمال فاز بالنسخة 15 من البطولة العربية للأندية لكرة اليد أبطال كؤوس لكرة اليد اللي احتضنتها تونس وفاز على فريق العربي القطري، يعني هاي كان عربي قطري قطري وفي الأخير فريق الشمال. الحلو أن الشمال يحقق هذه الألقاب، ولكن شخصيا أتمنى أن الشمال أيضا يعود لنا مثل ما كان فريق في كرة القدم له صولات وجولات في الدوري القطري
الشمال يعني أتمنى أنهم ما يرجعون. قدموا لنا لاعبين ما ننساهم، جاسم المهيزع، محمد عيسى، صالح عيد، حتى زامل الكواري، زامل بدايته كانت في الشمال، علي الكبيسي، علي الكبيسي، يعني أسماء حلوة قدمها نادي الشمال. أتمنى أن يرجع هذا النادي لعشاق نادي الشمال، لهل الشمال. هذه فالخير، وإن شاء الله كرة القدم عندهم فرصة حاليا في الدوري الدرجة الثانية بعد التدعيم الأخير ساقبو والعديد من اللاعبين، ممكن ينافسون على صحيح. فرق بينهم بين المرخية 3 نقاط، ينافسون على الفاصل، مباراة الفاصل. صحيح صحيح. طبعا من ضمن الأخبار بطولة كتارة الشاطئية كرة طائرة، طبعا توج فيها المنتخب البولندي، وهذه البطولة أقيمت في كتارة قبل إغلاق كتارة. الحين كتارة بعد صحيح مسكر كلش، لا مطاعم ولا شاطئ ولا أي شيء، نشاط رياضي كله موقف إلا صوت الخيل. إن شاء الله إن شاء الله راح يرجع بإذن الله. طبعا أيضا من ضمن الأخبار، نادي السباق الفروسية نظم على مضمار الريان العشبي السباق 36 في برنامج سباقات الموسم الحالي من خلال 8 أشواط، من بينها الشوط الرئيسي على كأس عين خالد للخيل المهجنة الأصيلة، وأسفر عن فوز الجواد تاكسيوالا ملك وتدريب المهندس أسامة عمر الدفع، واللي فاز بالمركز الأول بقيادة الخيال القطري فالح بقنيم بعد صراع كبير في الأمتار الأخيرة. احنا قلنا النشاط وقف، والكل يعرف أن النشاط وقف بسبب كورونا، الله يحفظنا ويحفظكم ويبعد عنا الشر يا رب العالمين. الرياضيين شاركونا بتقرير وتحدثوا عن إيقاف النشاط والوقاية من كورونا، خلنا نشوف هذا التقرير. في قطر أمن وأمان والإنسان وسلامته على رأس الأولويات، وفي وجه كورونا تقف الدولة مسخرة كل أجهزتها ووسائلها لمحاربة هذا الوباء، متخذة كل الإجراءات الوقائية منها والدفاعية والتوعوية. ومن هنا كان قرار اللجنة الأولمبية والاتحاد القطري لكرة القدم بتعليق كافة الأنشطة حتى 29 من مارس آذار. والله أكيد الاتحاد ما أخذ هالقرار إلا درسه عدل، وهم أدرى يعني بمصلحة الكرة القطرية، نشكرهم على هالقرار، المحافظة على الشعب يعني والمقيمين في الدولة، نتمنى يعني يلقون حل حق الكورونا وترجع ملاعبنا مثل ما كان، يعني ترجع ملاعبنا يعني بالجماهير وبمتعة كرة القدم أكيد بالجماهير. أكيد هاي شيء يشكرون عليه المسؤولين، هم يعني خوفهم وحرصهم على عدم انتشار المرض بشكل كبير، خصوصا احنا يعني مش العدد الكبير في المنطقة. إن شاء الله أن توصل حلول ويقدرون يسيطرون على المرض هذا ويكون كل واحد صحته وعافيته. وكما لم تغب الإصابات عن ملاعب العالم، لم يغب أبدا دور الرياضي في دعم جهود الدولة في التوعية بطرق الوقاية والإرشادات الواجب اتباعها لتفادي الإصابة بهذا الفيروس اللعين. عزيزي المواطن والمقيم، للوقاية من فيروس كورونا عليك اتباع الآتي: غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو استخدام المطهرات اليدوية، تجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الالتهابات التنفسية، إلغاء أو تأجيل السفر للمناطق التي يسري فيها الفيروس. في حال تعرضك لأعراض الإنفلونزا عليك تجنب الاقتراب من الآخرين، ارتداء كمامات الوجه لتجنب نقل العدوى للآخرين، ونسأل الله السلامة والعافية للجميع. كيف نقي أنفسنا من هذا المرض؟ المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو المواد المطهرة، خصوصاً بعد السعال أو العطاس. تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد مباشرة. لبس الكمامات في أماكن التجمعات العامة. استخدام المنديل عند السعال والعطاس ثم غسل اليدين جيداً. عند عدم وجود المنديل حال العطس فيستخدم كم الثوب أعلى الذراع وليس اليدين. تبذل قطر
شهودا تذكر فتشكر مسخرة كل الطاقات والإمكانيات من مراكز صحية إلى إجراءات وتدابير وقائية وسط جو تسوده الصراحة والشفافية المطلقة، والهدف دائما سلامة وصحة الإنسان على أرض قطر وفي كل العالم. فحمى الله قطر ومن نزل بها من كل مكروه وشر. هذه رسالة نجومنا ورياضيينا بما يخص فيروس كورونا. ترى يعني ما في داعي أمانة للخوف ولا في داعي للاستهتار، يعني العملية متوازنة، وقاية وحذر ولكن بدون أي خوف، والحمد لله رب العالمين دولتنا تقوم بإجراءات احترازية. ترى الأرقام اللي تم الإعلان عنها هذه من باب الشفافية، يعني من باب الشفافية أن نعلن عن كل ما يعني يحدث ويصير في هذا الأمر، ولكن الحمد لله رب العالمين في سيطرة على كل الأمور، في تجهيزات طبية، فيه استعدادات يعني لوجستية من خلال المؤسسات المختلفة في الدولة، فالحمد لله رب العالمين. ولكن احنا ايضا علينا ان احنا نتبع التعليمات والارشادات، ان احنا نحافظ على المعقمات، على التنظيف، نبتعد عن التجمعات، نبتعد عن السلام. ايضا انا شفت رسائل من لاعبين ريال مدريد في نفس الامر، يعني حتى نجوم العالم بداوا يعني يرسلون هذه الرسائل. فنتمنى السلام يا رب العالمين. ايضا في اخبار ساره ان هناك بعض التجارب على 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 علاجات يعني قامت تطلع في حالات شفت في قطر وفي خارج قطر، دول مجاوره في الخليج، في دول عربيه وفي دول عالميه، يبي لها صبر الموضوع. وعلينا ننتقل حسب النص يعني ابو عبد الله، يعني اللهم لك تغريده سمو الامير يقول يعني لما راس الهرم يقول ان الكل قائم بعمله على اكمل وجه، وهي مسؤوليه يعني مسؤوليه الجميع، وان ما تكون في ابطاء في هذه العمليه. نعم. لذلك هذه مسؤوليه الجميع مثل ما ذكرت عبد الله، وان شاء الله الامور كلها طيبه والله باذن الله. باذن الله. ابو خالد اليوم انت مريحينك شوي، لان علي عيسى اليوم ضارب ترمبه وياي ماخذ الوضع كامل. لا يعني العين ما تعلى على الحاجب. نعم. عيسى اخونا وانت الحاجب وانا العين يا ابو خالد. وبعدين كلنا نكمل بعض. اسمع ترى خل عنك، ترى شد حيلك في الشحنية، أربع نقاط بينك وبين الخور ومصلال. إن شاء الله إن شاء الله يما أنك تفوز وتسمع أمورك، ولا ترى الأمور طيبة إن شاء الله. لا تحاتي بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق أجمعين. شكرا لك كابتن نبيل أنور. شكرا وصلك بعد. شكرا لك أبو عيسى. شكرا بعد. علي عيسى رئيس القسم الرياضي في جريدة العرب، وكابتن نبيل مساعد مدرب نادي الشحنية. وصلنا للختام، أشكركم، أشكر فريق العمل. موعدنا معاكم بإذن الله في الحلقة الجاية. في أمان الله.